السلام عليكم، السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. إيش اللي صار معك؟ صار في البيت في الدار، احنا بقينا نايمين في الدار وآمنين يعني، والأطفال عادي. أنا بقيت في بيت أبويا، هي وقبالي أنا وبنتي الصغيرة، أولادي كانوا في البيت. يعني فجأة جيت أخذ قنيت مية أضار أبويا، وعرفت وين أولادي كانوا موجودين يعني، الحمد لله يعني. فصوبت أنا وبنتي في بيت أبويا، البنت بتقول لي يابا أنا أكلت هو في كتفه وفي راسي. وشهدت لها، هي بنت قاعده تزعق فكرني استشهدت، قلت لها يابا كويس انا. قالت لي طيب يابا الدم، قلت لها شوي بطولك. والحمد لله طلعت من بين الانقاض وطلتها، وسلمت لها شاب بقى في الشارع، سلمت قلت له اجي اجرع اولادي. لقيت اولادي كلهم مدفونين يعني الحمد لله، ابني بقى هناك وابني الثاني قعدت اخيت نايم مدفون، وابني بقى انا نايم مدفون، وزوجتي بقت في المطبخ هي وبنات الثنتين استشهد، والحمد لله. يرحلون ونبقى والأرض لنا ستبقى، ها نحن اليوم أقوى أقوى من كل الملاحم، بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار مسالم. تم إبلاغكم قبل طلب قسم؟ ولا تم إبلاغنا ولا تحذيرنا ولا أي حاجة. كم شهيد في الليل؟ عندي أنا هنا ثلاثة، زوجتي بنتي عمرها 18 سنة، وبنتي طفلة صغيرة عمرها تقريبا 8 سنين. دمار شامل زي ما أنت شايف، المربع كله من شمال لغرب لجنوب لشرق كله اتدمر، ما فيش يعني. بحمد الله اللي طلع يعني سالم بأمر الله، وربنا يصطفي من عباده الشهداء، يعني اصطفاهم اصطفاء الحمد لله رب العالمين، والله ما اعطى والله ما اخذ والحمد لله رب العالمين. واحنا صابرين صابرين ان شاء الله، مش حنسيب هالمكان ولا حنسيب ارضنا ولا حنط. سوف نبقى هنا كي يزول الالم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. انا شايف الملابس وكل اغراض البيت، ما ضلش شيء يعني، حاجه تلبسها ما ضلش يعني. انا لابسها وعي اخوي وابني كذلك. انتوا بحاجه لايش بالضبط؟ بحاجه لمأوى، لكل شيء يعني، من ملبس، من مفراش، من بيت، من اي حاجه، كل حاجه مستحب يعني، حاجه تستر البنادم بقيت عمره يعني، بس والحمد لله رب العالمين. سيدي الله يعوضك عوض خير، وربنا عظم الله اجركم ان شاء الله. هذه مساعده نقديه مقدمه من اخوانك المسلمين في بريطانيا. واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.